يا صباح النور والهنا. انا هتمشى النهارده في حته لطيفه جدا، والصراحه عايزه افرجها لكم. بحب قوي اتمشى على الكنال، والكنال ده بيودي في حته لطيفه جدا جدا اسمها ليتل فينيس. وهم بيحاولوا او حاولوا ان هم يبنوها ويجددوها بحيث تبقى على طراز فينيسيا الايطاليه. ف اخليكم تشوفوا اكبر قدر ممكن من المنطقه دي، لانها فعلا منطقه جميله. المهم بقى انه ده جزء من تمشيات كتير قوي في لندن، واحب انكم يعني تشوفوا منها جانب او تكونوا موجودين في جزء منها معايا. هنزلكم دلوقتي على الكنال علشان تشوفوها بشكل افضل. المفروض ان في سلم بينزلنا تحت منه تقدروا تشوفوا المنطقة بشكل أفضل. يعني الوقت شوية اتأخر على إنه ما يبقاش فيه ناس، وأنا عادة بفضل الدنيا تكون أروق من كده، لكن برضو مفيش مانع إن احنا نتمشى في ناس موجودة. طيب لو تفتكروا أنا جبتكم هنا مرة لما كنت بفرجكم مسرح العرايس، لكن المنطقة دي لطيفة قوي لأن فيها أكتر من حاجة. الحقيقة دي الكنال اللي أنا عايزاكم تشوفوها، هوديكم دلوقتي في حتة تشوفوا فيها الكنال من فوق عشان تشوفوا المنظر كله على بعضه. دي حاجة كده زي الأتوبيس النهري تودي الناس الناحية التانية من الكنال في حتة اسمها كامدن. الناس اللي عايشة في لندن تعرف كامدن كويس. أتمنى يكون صوتي واصلكم كويس لأن في ناس كتير حواليا فممكن يكون في دوشة، انما يعني الشاهد ان انا عايزه افرجكم حته انا بحبها قوي. بصوا بقى، اولا في ورد يجنن هنا، بصوا الورد حلو ازاي. ثانيا ده منظر الكنال كلها اهو، حاول افرجكم على اكبر قدر ممكن يعني. شايفينها لطيفه قوي، يا رب صوتي يكون واصلكم كويس. بس عموما دي الكنال اللي بيتقال عليها ليتل فينيس، ده مكان لطيف جدا جدا للتمشيه زي ما انتم شايفين. انا كمان بحب قوي اتمشى هنا، لكن ده الكنال اهو. افرجكم كذا حاجه لطيفه جدا دلوقتي، حاجات انا بحبها هنا قوي، وانا كنت بتمشى هنا دايما يعني. كنت ساكنه قريب قوي من هنا فكنت بحب اتمشى هنا. دي كافيه لطيفه جدا على النهر زي ما انتم شايفين كده، مزروعه ورد ومش عارفه ايه وزرع وحاجات كده، بس علشان ما نضايقش الناس اللي قاعدين لان احنا ما خدناش اذنهم ان احنا نصورهم، انا بحاول ان يكون يعني التصوير عابر وخاطف علشان ما نتخطاش حدودنا، حدود اللياقه يعني والادب في التمشيه في حته زي دي. عموما دي الكنال اهي، حاجة تانية شايفين الشجرة لطيفة جدا. دي واحدة تانية زي الأتوبيس النهري اللي أنا بقول لكم عليه، بس أظن دي يا إما أقدم يا إما ما بقتش مستخدمة. كامدن لوك أهي، بتروح كامدن كمان. تمشي هنا لطيفة جدا لأنه زي ما أنتم شايفين في شجر فبيعمل ظل شوية على المكان. شايفين مرة عملت عيد ميلاد لواحدة صاحبتنا في مركب من دول. من الحاجة اللي أنا الحاجات اللي أنا ما بحبهاش الحقيقة هنا، اللي المفروض الناس ذوقيا تعملها لأن ده ممشى للناس على الكنال، هو ممشى ضيق الحقيقة ما يكفيش الناس كلها. فالمفروض إن الناس لو راكبة عجلة، بصوا إيه رأيكم؟ منظر بديع صح؟ منظر لطيف قوي. المهم انه المفروض انه الناس اللي راكبين عجل في المكان ده المفروض ان هم لما يشوفوا حد ماشي على رجله ذوقيا انهم ينزلوا من على العجل علشان ما يعملوش مضايقه للناس اللي بتتمشى يعني. لكن طبعا للاسف مش كل الناس عندها نفس الكود في الذوق واللطافه، فيعني الواحد بيحاول ما ينرفزش نفسه بانه يقعد يبص كتير على الناس بتعمل ايه صح وبتعمل ايه غلط، بيحاول يستمتع بما هو متاح الا اذا كان في سلوكه هو الشخصي فبيحاول يقومه. في هنا ناس عايشين كتير في عوامات،
والعوامات في النهر مكان للناس تعيش فيه يعني. وفي نفس الوقت في ناس بتيجي بس تعمل فيه حفلات مثلا اعياد ميلاد او كذا. كمان هفرجكوا على اكتر من مكان دلوقتي هنا اتعمل ما كانش موجود الاول الحقيقه، من كام سنه ما كانش موجود، دلوقتي بقى موجود علشان الناس تيجي تقضي وقت لطيف هنا يعني. طورت كتير قوي الحته دي، اتعمل فيها مطاعم عائمه وكافيهات ومش عارفه ايه، فغيرت تماما عن الاول وبقت مزدحمه اكتر. الاول كانت اروق، انا كنت باجي اتمشى هنا الصبح كانش في ناس كتير تعرف المكان ده. جرافيتي برضه هنا من الحاجات اللطيفه قوي، طول ما انتوا رايحين ناحيه كامبن الجرافيتي بيزيد، فنانين الجرافيتي في لندن موهوبين جدا. هنا في المشاكل، هنا اماكن اللي بتنظف الميه بتاعت القناه، وهنا اهو شايفين العوامات على طول الطريق لحد هناك. بتفرجوا على حاجات حلوه وانا ماشيه على قد ما اقدر. المره اللي فاتت كان في حد بيقول لي حاولي ترفعي ايدك عشان احنا مش شايفين غير الطريق. يا جماعه يعني بشويش، بس بشويش. ما انا بني ادم برضه، هو انا عنكبوت ما يعني برفع بايدي دي شويه وبايدي دي شويه. المهم في الدكتور بتاعي على فكره ساكن في عوامه من دول، وكان جاري زمان لما انا كنت ساكنه هنا وانا ما كنتش عارفه. فده الدكتور الحقيقة اللي عمل لي عمليتين جراحيتين كبار السنة اللي قبل اللي فاتت. هو راجل لطيف جدا، اسكتلندي عايش هنا. لو لقيته بره العوامة بتاعته ممكن نبقى نصبح عليه. المهم زي ما انتم شايفين كل اللي في الجنب ده يا اما عوامات ناس عايشة فيها، يا اما اماكن مطاعم او كافيهات او مش عارف ايه. بس الحقيقة ان انا بحب الحتة دي قوي، لانه اولا التمشية فيها ممتعة، الجو فيها دايما لطيف عشان المياه، ولما بيكون الموسم اللي بين المواسم يعني بين الشتاء والصيف مش عارفه ايه، تلاقوا بط كتير قوي مع اولاده وحاجات حلوه. بقى اجيبكم هنا مره لما يكون موسم هجره الطيور والبط موجود في المياه. مش عارفه ليه خطر في بالي دلوقتي. الاغنيه كنا بنسمعها واحنا اطفال، البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويقوم وهات يا لعب حاجه كده. المهم يعني، ودي بالمناسبه حاجه من الحاجات اللي معرفش لسه موجوده ولا لا، شرايط الاغاني للاطفال. طبعا دلوقتي بقت شرايط، بس يعني انا طبعا كانت شرايط كاسات، بس دلوقتي معرفش بقت ايه. المهم انا بحاول اتكلم. بصوا دي الاماكن اللي لسه ما وصلتهاش، الجرافه اللي بتنضف الميه. المنطقه هنا بعد يعني احنا لسه طبعا على النط اهو، بس دي منطقه الاهله اكتر يعني، مليانه مطاعم ومش عارفه ايه. فانا احاول على قد ما اقدر ان انا افرجكم اكتر قدر منها قبل ما اسيبكم في سلام واكمل تمشيتي. عايزاكم بس تتفرجوا على ايه المنطقه دي بقت عمرانه. مش عارفه اللي منكم يعرفها قبل كده هيعرف انها ما كانتش كده خالص. انا كنت بفضلها الاول اكتر الحقيقه. انا عموما اي مكان فيه ناس كتير بيوترني، بحبش الدوشه، بحبش ناس كتير قوي في مكان واحد. بس يعني اهي المشي لطيف ان شاء الله. انا بحاول ابعدكم عن الشمس عشان ما تحرق لكوش الصوره. دلوقتي هيقول لك بقى انت رافع العصايه فوق قوي، هو يا رافع العصايه فوق قوي يا اما مش رافع العصايه. بالمناسبة لفتت نظري حاجة، طبعا حضراتكم أحرار، بس لفتت نظري حاجة. في ناس بتدور في أي فيديو أو في أي يعني حاجة الناس بتعملها على حاجة سلبية، يعني تلاقي التعليق الوحيد اللي بيتقال يا تعليق ملوش علاقة بالموضوع، تعليق على يعني حد امبارح كذا، حد مثلا قال لي امبارح حد قال لي عربيتك محتاجة صيانة، اللي هو يعني لا مش محتاجة صيانة ولا حاجة. والحاجة التانية الناس بتتعلق على حاجة تانية ملهاش علاقة بالفيديو، أو تدور على حاجة في الفيديو تكون سلبية. زي اللي كنت بحكي لكم عنها دي، بيرفعي ايدك فوق بينزلي ايدك تحت. انه يعني طيب يا جماعة حاضر. على كل بتجيني مئات التعليقات اللطيفة اللي بتونس الحقيقة. المهم احنا كده تقريبا وصلنا للكافيه دي، بحبها قوي على فكرة، فوق اللي قاعدة فيها ورد ومش عارفة ايه.
فبحبها، بحسها لطيفة كده. كنا بنقعد فيها أنا وصحابي السنة اللي فاتت، لطيفة أوي. جيتها مرتين أو ثلاثة، فعلا لذيذة كده، عشان أنت قاعد على النهر فوق ومكشوفها، فأنت شايف ريحة المية لطيفة ومش عارفة إيه. وديكوا بقى الناحية التانية اللي احنا مش شايفين فيها النهر، لكن شايفين فيها حاجة زي المدرج كده اهو، لذيذة جدا برضه. زمان كان الجيم بتاعي هنا، طبعا انا بقول الجيم بتاعي كده بمنتهى، اللي انا اصلا ما بحبش الجيم، ما بنتظمش ابدا في الجيم، ما بعرفش انتظم في الجيم، ما بحبوش، ما بع... يعني الجو بتاع الجو المقفول بتاع انه الناس، بحس فيه جانب كبير من الاستعراض. وحتى الجيم بقى مفهومه طبقي قوي، يعني على حسب ايه هو الجيم وبيدفع فيه قد ايه ومش عارفه ايه. طبعا الناس اللي بتقدر تمارس رياضتها بشكل منتظم في الجيم دي طبعا ناس عظيمه، انا مش بقلل ابدا من ثقافه الجيم، انا بقول انا طبيعتي مش متوائمه مع الجيم. في حاجات كتير فتحت هنا جديده انا مش شفتهاش قبل كده. طب والله لطيف، استنى هوريكم المدرج ده وبعدين اترككم في سلام. اترككم اخر حاجه، بعد كده اقول لكم نهاركم هادي واسيبكم اكمل تمشيتي، ويمكن نبقى ارجع لكم تاني بعد الظهر نقرا حاجه لطيفه. ده بيصلحوا فيه كمان، بصوا ازاي عامل ده كان كله مزروع زي المدرج الروماني كده، بس اظن ان هم بيعملوا فيه صيانه او حاجه. طيب عموما بعد الظهر ولا حاجه ممكن نبقى نرجع نسمع مزيكا او نقرا حاجه حلوه. انا على غير العاده اول 3 ايام في العيد اجازه، وده عاده عمره ما بيحصل، دي خناقه بسيطه بين كلبين مش عاجبهم شكل بعض بيحاولوا يسيطروا عليهم. المهم يعني انه انا على غير العاده اجازه في العيد ده، فعشان كده بحاول اكون موجوده اكبر قدر ممكن معاكم، علشان بعدها بثلاث اربع ايام احتمال اكون مسافره سفريه مش هعرف اعمل فيها فيديو زي ما احكي لكم عنها قبل وبعد. لكن على كل صباح الفل والهنا على عيونكم، وان شاء الله يا رب يكون الجو عندكم لطيف زي عندي، وتنزلوا تتمشوا تمشيه حلوه، وصبحوا لي على القاهره واسكندريه والصعيد والقناه والواحات وسينا وسيوه، كل حته حلوه في مصر. صباح الفل والهنا.